بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج أحزاب أردنية. هل بناء حياة حزبية يلغي العشيرة أو يضعفها؟ هل طبيعة المجتمع الأردني العشائرية ستقف عائقا أمام الحياة السياسية القادمة؟ في بدايات القرن الماضي أليست من قادة الأحزاب السياسية هم شيوخ العشائر لمن سيكون الانتماء للحزب أم للعشيرة؟ للحديث أكثر حول كل هذه الأسئلة معي هنا ورحبوا في الاستوديو الشيخ رأفت الرواجد، أمين عام حزب سابق أبو نشمي. يلا يحييك أبو نشمي، يا مرحبا، شرفنا اليوم باستديو برنامج أحزاب أردني، حياك الله سيدي. أهلا سيدي، أهلا أهلا، وأنا سعيد جدا سيدي. يا مرحبا. سعيد سعيد. أبو نشمي، هل بناء حياة حزبية يلغي العشيرة أم يضعف العشيرة؟ يعني هذا موضوع كبير سيد العزيز. نعم. أولا كلمة ألغي العشيرة هذه مصطلح يعني صعب، صعب جدا. نعم. ولا يوجد مكون مجتمع، مؤسسات مجتمع مدني، أحزاب، أينا كان، أن يلغي العشيرة. نعم. العشيرة هي الأساس وهي اللبنة الأساسية بتكوين مجتمع، وهي أساس الوطن، وبالتالي لا يمكن أن يكون العمل الحزبي أن يؤثر على الحياة الحزبية، استحالة. أنت تتكلم بحياة حزبية أي تنظيم، نتكلم بتنظيم شباب بمستقبل لحياة حزبية، وهذه رؤية دولة ورؤية جلالة سيدنا حفظه الله بتطوير الحياة الحزبية. الحياة الحزبية ليست جديدة، الحياة الحزبية منذ عام 1946 صحيح، قديمة قديمة. نعم. وعاصرها الكثير من قيادات الأردن ومؤسسين هذا الوطن، ولم تؤثر على الحياة على الوطن، بل إنما الوطن ابتدأ بالنهوض والبناء إلى هذا وقتنا الحالي. طيب، إذن لا يلغي العشيرة نهائية ولا يضعفها، يعني نهائية. الأحزاب شيء والعشائرية، وإحنا مجتمع عشائري بالنهاية. نعم. طيب، كنت أمين عام حزب يا سيدي، ومهم في هذا الحزب، انتقلت إلى حزب الاتحاد الوطني الأردني، يعني يا ريت تحكي لنا ليه خطيت هذه الخطوة ولماذا الاتحاد بالذات؟ سيدي، الآن إحنا بدنا نتكلم عن التكوين الأحزاب الحالية. نعم. نتكلم بأصول الموضوع. الآن الأحزاب، الازدحام، مقولة الحسين بن طلال الله يرحمه قال الازدحام يعيق الحركة. نعم. وكلمة الازدحام تعيق الحركة، الكثرة الحياة الحزبية والأحزاب. نتكلم عن حزب الاتحاد، حزب صاحب فكر. وعندما ننتقل ونتوائم مع حزب إلى حزب يجب أن يبتدئ بأسس، من ضمن هذه الأسس الفكر. أنت بحاجة إلى حزب يوجد فيه فكر حزبي سياسي، برنامج حزبي، برنامج اقتصادي، برنامج سياسي، برنامج فكري، لغايات أن تنمي فكرك وتنمي خبرتك وتفرغها في هذا المؤسسة. كما تعلم بأنه في هذه المرحلة أصبحت هنالك تكوين أحزاب ليست أحزاب فكرية، أنا هذا هو رأيي. نعم. والسبب لأنها تتكلم بأحزاب، بل إنما كتل انتخابية. ليش؟ لأنها جاءت وليدة اللحظة، ولما تأتي وليدة هذه اللحظة تأتي هذه الأحزاب لغايات هدف واحد. تعرف هنالك الآن أنا أرى ونشاهد وأنت تشاهد، قصدك هدف شخصي، يعني الكثير الآن من أعضاء مجلس البرلمان المحترمين الأغلبية العظمى أصبحوا يتكتلوا مجموعات لتكوين حزب. إذن الآن إذن الهدف وينه؟ مفهوم، الهدف هو المرحلة الانتخابية، والسبب أنه أجاز القانون الآن التشريعي بوجود في المرحلة القادمة في الانتخابات البرلمانية وجود 41 مقعد أن يكونوا حزبيين، وبالتالي أصبحت الآن ظهور الأحزاب.
عندما نقول ظهور الأحزاب أصبح ظهور الأحزاب الكثيرة ولكن لها هدف. الآن هنا يختلف أن نتكلم عن الاتحاد. الاتحاد أنا عاصرته من 12 13 14 سنة أو بمشابه ذلك. نحن ابتدأنا وإياه بفكر وسطي معتدل. عندما اتفقنا أن نكون نتحد لأنه هنالك أصبحت الخصوم ليست خصوم فكر بل إنما خصوم عدد، وبالتالي نلجأ إلى أن نجتمع أصحاب الفكر، الفكر الوسطي، الفكر المعتدل، أن نجتمع مع بعضنا البعض، وبذلك بعد دراسة ليست هي سريعة الأمر، ندرس ما هي النظام الأساسي للحزب، أهداف الحزب الاقتصادي، أحزابه، أفكاره السياسية، برنامجه، وبالتالي نتواءم معه، وذلك لهدف فكري لدينا، فكر حزبي. ما نتفق إحنا إحنا كلمة الانتخابات وهذه موضوع آخر. صحيح أي حزب موجود بهذا الوطن أو حزب أردني يجب أن يسعى وأهدافه إلى الوصول إلى السلطة، أنا مع أنه الوصول إلى السلطة، ولكن ليس لوصول لهدف فقط. أنا ما بدنا إحنا وصول لهدف اللي فقط البرلمان، لا لا، ليست وصول البرلمان، نعم هو أحد الأهداف، أحد الأهداف، ولكن عندما أكون الآن أجيب مجموعة أعضاء من البرلمان أو الآخره، ويصير وفي أقاويل كثيرة من ضمن هذه الأقاويل هذا الأحزاب مدعومة، هذه من فوق مدعومة، لا يوجد هذا الكلام. إحنا نتكلم، أنت مقتنع أنه ما في أحزاب مدعومة؟ يعني إحنا أنا 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 على يقيني لا يوجد مدعوم، لأنه أولا إحنا نتكلم كلهيتنا بهذا الوطن، كنا بنقول لا إله إلا الله، كلهيتنا بنصلي، كلهيتنا أصحاب، كل لدينا غيرة على وطننا، كلهيتنا لنا هدف واحد هو الوطن. أما ولكن إيش اسمه مدعوم، إيش اسمه مدعوم، هذه أقاويل قد تكون في هنالك توجيهات، أنا مع التوجيهات، موجودة التوجيهات، لأنه هذا وطن، إذا لا يترك على سبيل المثال على الكل يغرد كما يرى. والسبب الرئيسي للفشل الحياة الحزبية في السابق وفي القديم بأنه كانت هنالك التغريدات إلى خارج السرب، وهذا كان السبب الأساسي. صحيح كان هنالك قيادات بالوطن وكان هنالك رجالات بالوطن، ولكن كان التغريد، أي لأنه هنالك أفكار أخرى تدخل إلى الداخل، وإذا دخلت الأفكار الداخلية تشوه الحياة الحزبية. جميل. نعم. أبو نشمي، أنت كنت أمين عام حزب، لما تكون أمين عام حزب منفرد بشخصيتك وبفكرك أنت انتقلت مباشرة إلى حزب الاتحاد، يعني أنا بدي بتفاصيل أنه أنت ليش اخترت الاتحاد؟ هل البرامج، هل هو حزب لكل الأعضاء، مش هو حزب لشخص معين، للمؤسس أو للأمين العام؟ هذا الكلام اللي أنا حاب أسمعه الصحيح، وكل الإخوان بيسمعوه، لأنه أنا بعرف أنه مؤسس الحزب يقولك أنا ما راح لازم لا انتخابات ولا بدي انتخابات، أنا مصلحتي مصلحة وطنية، وكل عضو بالحزب هو رئيس أو هو صحيح. هو مؤسس، هو قائد. هذا الكلام اللي أنا سمعته بناء عليه، يعني أنت اخترت الحزب لبرنامج الاقتصادي والسياسي والتربوي والصحي وكل الأشياء، ماذا يعني سيدي؟ يعني أنت الآن تعرف حزب الاتحاد حزب قديم، وليس فقط في سنة ترخيصه قبل 12 أو 13 عام، لا، هو أقدم من ذلك الزمن، ولكن أنت تسعى أن تكون قائد أينما تكون بالحزب. العضو يكون قائد. إحنا الآن قلت لك سعينا إلى الأفكار والمبادئ الأساسية. أولا شيء بدك تقول حزب الاتحاد ما عنده الآن ينتظر على سبيل المثال أو يغير فكره ورأيه لغايات خاصة. كما تعلم مؤسس الحزب لا عنده شك بنفسه أنه ينظر إلى دعم على سبيل المثال لغايات تغيير فكر أو لغايات تغيير اتجاه أو إلى آخره. لا، بالعكس، إحنا سعينا لهذا الحزب الاتحاد لوجود أولا الأفكار الاقتصادية الكبيرة بالحزب، ومبادئ الحزب، والنظام الأساسي بالحزب، وبالتالي نسعى أن نتحد ويا سوية مع بعضنا البعض للوصول إلى حياة حزبية حقيقية. جميل. أبو نشمي، يعني أنت حزبي وأنت يعني قائد عشائري، يعني الحزبية والعشائرية وأنت ضليع بالجهتين، يعني هاي التجربة الحزبية، ما دام إحنا بيقولوا دائما العشائرية ما تزبط أحزاب، أنت ابن عشيرة وعشيرة محترمة ووجه يعني من الوجوه الأردنية اللي نعتز ونفتخر بها، كيف ترى الحياة الحزبية مع العشائرية؟ سيدي، يعني الآن العشائرية لها مسارها والحياة الحزبية لها مسار. نعم.
يعني الآن على سبيل المثال الآن نحن نتجه بقطرنا العشائرية لا تغيير عليه. تعرف العشائرية موجود عندما تصير خلاف معين عشائري وتتدخل هذه العشائرية وتذهب إلى هذه المجموعة وتصلح بين الناس وتأخذ عطوات وصلحات وإلى آخره. الحياة الحزبية هي فكرية، هي فكر معين يتفق مجموعة من الأردنيين على فكر معين، مش على انتخابات. نركز على هذه الكلمة لأني أنا في هذه المرحلة يختلف الفكر الحزبي عن الفكر الانتخابي، وبالتالي لن يختلفوا مع بعضهم. صحيح هنالك، أنت تجد في مرحلتنا في السابقة كان هنالك صعاب كثير، يعني أنا أن أتكلم بواقعية كان هنالك صعاب. فلان حزبي كأنه شيء غريب، صحيح، يعني بخوف، بشي بخوف. لا يا أخي ما بخوف، بنقول تحملنا، يعني نقول ماشي الحال نتحمل، ولكن هو ما في شيء بخوف. يعني أنت من البعيد ممكن يخوفوك. حتى الآن يعني أيام لما نجلس في جلسة ويتكلموا بحديث سياسي ويصير يقول لك الأحزاب ما منها فائدة والأحزاب، أنا أجلس صامت لأني ما عندي استعداد أجاري هذه المجموعات. ليش؟ لأنها لغاية الآن الفكرة لديهم، الفكرة الحزبية غير موجودة. طب إيش بدك تعمل فيهم؟ أصير أنا الوحيد أناكف هذه المجموعات؟ طب هذه لسه بعدها عندها عقائدية أنه الأحزاب فاشلة أو الأحزاب لم تنجح. الآن مثل ما بتقول اللي بروح بدور مسجد بلقاه، واللي بدور الفشل بلقاه، وهنا كذلك الأمر، اللي بدور النجاح سيجده. موجود. العمل الحزبي موجود بالأردن والنجاح موجود. كان هنالك في بعض الصعاب، ولكن يعني إحنا الآن في عندنا طمأنينة. إذا هذه الفرصة الثانية على تاريخ الأردن، ها نتكلم بالفرصة الثانية، إذا لم تنجح هذه الفرصة أو هذه المرحلة ما راح تقوم القيامة، انتهت الحياة الحزبية نهائية. جلالة الملك بالمناسبة يعني بس رؤى يعني جلالة الملك، رؤى جلالة الملك يعطينا طمأنينة. إذا أعطانا طمأنينة أسنوا قوانين أكثر من القانون، قوانين تشريع، وضع مجلس برلمان، وضع كذا، طيب. طمأنينة على كل من يحاسب حزبي، وبالتالي أنا بيدي الآن عصا. يعني أنا الآن أو أي واحد يصير يتساءل لابني، أنا بإيدي عصا سحرية على سبيل هي القانون، مستند على القانون. أنت ليش سألته؟ وبالتالي يسعى وذهب إلى زيارة الجامعة جلالة الملك، وذهبوا الجميع، والآن ينخرط طلاب الجامعات وينخرط الجميع بالحياة الحزبية. صحيح. هذه دلائل على الاطمئنان، ولكن قلت لك هذه الفرصة الأخيرة. في المرة الأولى في بدايات 1950 كانت فرصة، وكانت هنالك نهوض بالحياة الحزبية، وقفت الحياة الحزبية، وصلنا لعام كأنه 1989 ومن ثم ابتدأنا نعود بتدرج. بس تعرف دائما وابدا التدرج له سلبيات وله إيجابيات، يعني لغايات الوصول إلى الاطمئنان. صحيح. الآن نحن يعني على يقين أنه في اطمئنان. إلا ما كنت اطمئنان يا سيدي ما يعني لا حول ولا قوة إلا نبقى نرجع إلى الوراء. ساعة الأستاذ رأفت الرواجدة أبو نشمي، نعم، ترى يا إخوان لو تشوفوا لابس ما شاء الله هيبة عربي بس لكن من فئة الشباب، الله عشان هيك بدي أسألك سؤال شبابي بامتياز، يعني كيف الأحزاب والشباب، يعني الشباب البادية، يعني كيف ترى ذلك؟ سيدي الآن بتعرف البادية يعني في تحمس شبابي، في غيرة، حلو، في الآن أنت بتتكلم بأنه هذا شاب من البادية وهذا شاب من المدينة، هو بالنتيجة هذا صاحب فكر وصاحب دراسة وصاحب مؤهلات علمية، ولكن هو ابن بادية وهنا ابن المدينة، هو لا متساويين بالعقل والفكر والمبادئ، ولكن تعرف البيئة لها دور. الآن تقول لك إحنا قواعد عشائرية وإحنا كذا، وبالتالي يختلف. هناك يوجد تحمس شبابي ولكن يوجد صعاب، لأنه بيجيك أبوك الكبير بيجيك كذا بيقول لك انظري برجعك للوراء. يا أخي أنا ما بدي حد يرجعني للوراء. هذا السؤال القادم يعني بين الأهالي والشباب، يا أخي يعني أنا ما هل هناك نقيضا للمواطن الأردني العشائري؟ يعني أبوي وأبوك وجدي، يعني أنا لما شاب من العيلة يروح ينتسب للأحزاب
ابوه شو يقول له؟ جده شو يقول له؟ هذه المصيبه، هون المصيبه. يقول لك شو حزبي تبعين حزوبات، يعني معنى كلمه حزوبات يعني مجموعات، انه يعني صرتوا ايش زي المنبوذين او شغله. لا لا يا استاذ، ما الامور تختلف كليا. هنا مشكله الاهالي، انا مع انه الاهالي بيرجعوك الى الوراء 20 و30 سنه و40 سنه، يعني هذه بحاجة إلى الوقت. يعني شو الحل؟ شو الآن الحل يعني بتعرف الآن الحل، الآن ابتدأنا بالحياة الحزبية، الآن ابتدأت هي بالنضوج. معنى النضوج أي ابتدأت أن المرحلة أن تسود إلى المجتمع. صحيح، بس أنا قلت لك أخشى وأكرر بتكراري، أخشى فشل الحياة الحزبية بسبب الأحزاب البرلمانية أو الكتل البرلمانية. هنا احنا اصحاب يعني فكر. انت بتقول في فرق بين الاحزاب والنيابه، في الاحزاب البرلمانيه يعني في فرق الاحزاب للكتل البرلمانيه. اذا هنا هدفهم واحد فقط، احنا نتكلم على حزب فكر. انا ما بدي اكون برلمان، انا ما بدي اكون، انا عندي هذه على سبيل المثال مغذى بداخلي عن الحياه الحزبيه. انا احب اعشق الحياه الحزبيه، انا احب الحياه الحزبيه. جميل. انا فكري فكر حزبي، وبالتالي أنا أمارس الحياة الحزبية بكتاباتي، بإبداء رأيي، بإصدار بياناتي، بالانتقاد البناء. لا حرج، أنتقد أنتقد يا أخي، أنتقد انتقاد بناء، بس مش أني على هدف واحد بدي أخذ هالهدف وأروح. أو أنا معي فليسات على سبيل المثال وضعتهن، إحنا نحكي نكون شفافين، وضعتهن جبت 1000 عضو على سبيل المثال، حطينا 1000 عضو لغايات هدف، لأن كيف بدي أوصل للبرلمان إلا من خلال هذه النافذة. بس اليوم الحزب اللي ما له نشاط راح يلغى، حتى ما له مخصصات. يعني هو هذه نوعا من التميز كويس، هذه يعني نوعا من الأهداف أو النظام الداخلي للهيئة المستقلة والأحزاب اللي وضعته، أنه الحزب الذي ينجز على سبيل المثال بأعضاء البرلمان، بأعضاء اللامركزية، بأعضاء المحافظة، يحق له على سبيل المثال دعم، يحق له التفاعل. هذا واقع كويس، يعني احنا مع هذه الامور. وصلوا للعدد الاعضاء بالحزب 1000 عضو، بالاضافه يجب على يحق انه المؤتمر عام يجب ان يكون 50+1، يعني يزداد عن 500، وبكون بحضور وباشراف الهيئه المستقله والمحافظات ومن عدد من المحافظات. يعني هنا يتكلموا عن تغذيه حزبيه، هنا يتكلموا عن تغذيه حزبيه لغايات الوصول الى هدف. انه يا اخي يا استاذ، يعني الان اقول لك في عندك دول مئات الملايين، مو زي الاردن 10 مليون او كذا، مئات الملايين، الاحزاب هي تقود مرحله. يا اخي هل ترى، يا هل ترى هم يعني هم اصحاب لا يوجد لديهم فكر واحنا لدينا فكر؟ لا، بس هناك اذا تعاملوا معها باتجاه اخر، اي باسلوب اخر. ايام انت لما تقود سيارتك، انت سيارتك الشخصيه تقودها بعكس الاتجاه فانت خالفت، قودها باتجاهك السليم فما لا خلاف عليها. الحياه الحزبيه ان تتعامل واياها بنظام حقيقي، وليس بهدف فقط فائده، لا، اتحدث بحياه حزبيه، اتحدث بفكر، اتحدث باهداف، اتحدث باقتراحات، تقديم اقتراحات، تقديم شباب، تقديم لا حرج، خليه يتقدم الحزب، خليه يتقدم أعضاء الحزب. الحزب الحقيقي يجب أن يكون عندك 1000 عضو هم 1000 قائد. جميل. طيب أنا بدي أخصص الحلقة أو أغلب الحلقة عن حزب الاتحاد. أنت يعني أنا أجوز خلال اللقاءات الأسبوعية موجود أنت وأنا سمعت حديثك، يعني كيف ترى أعضاء الحزب؟ يعني هل هم على قلب رجل واحد؟ يعني متعاونين، متكاتفين، أفكارهم حزبية، ما في حدا جاي بمطمع شخصي مثلا؟ أولا يعني أرى التوائم، وهذا لبنة أساسية بتآلفنا وإياهم. أولا، ثاني شيء تجد بينهم الاحترام، الرأي والرأي الآخر. أنت بحاجة أن من يحترم في ديمقراطية، وكاد وأنا أؤكد أنه في هنالك ديمقراطية. وفي هنالك التوائم ويا الفكر. إحنا الآن الديمقراطية قد تحصل بانتخابات داخلية، لا نختلف عليها. إذا كانت هنالك في ديمقراطية
أنا أبديت رأي والأخ الكريم أبدأ رأيه وبالتالي نصوت على هذا نختار الرأي. الصحيح نختار الصحيح هذا لا حرج، قد يكون رأيي يكون غير صواب لا حرج. أنت بتجي على الأساس، الأساس جيد، النظام، الأهداف، البرنامج، أنت بدك برنامج. أنت ما قال جلالة الملك ما بدنا أشخاص بدنا برامج. أنت بدك برامج، أنت بدك برامج تقنع فيها الناس. نعم. أنت الآن هذه كلها الأردنيين أصحاب فكر، الأردنيين إنهم بهم ثقافات علمية عالية، ما تجيهم تقولهم الآن سوينا حزب وبدنا فزعة، مش فزعة، النظام ليس فزعة، ولا النظام إنه أنا عشان أبو نشمي تعالوا معي، لا لا تيجوا معي، لا تيجوا معي. إذا مش مقتنع بالفكر، إذا مش مقتنع ببرنامجي. إنك هذا البرنامج أنت يا سيدي قدم لي اقتراحات عليه، وإحنا بنأخذ هذه الاقتراحات ونقدمها على الحكومة، وبثم بنجادل الحكومة من خلال على سبيل المثال بالمستقبل من خلال ما أفرزناه من أعضاء بلدياتنا، من أعضاء المركزية، من أعضاء البرلمان، نقولهم تعالوا يا أخوان هاي تفضلوا هذا مقترحنا، ليش ما تجيبوا عليه؟ وبالتالي يحق لي أنا أنتقد الحكومة بانتقاد بناء، يحق لي لأني أنا قدمت لكم فكرة معينة على سبيل المثال بارتفاع المحروقات، أنتوا ليش ما استجبتوا لي؟ هنا الحزب اللي نتكلم فيه حقيقي أني أنا قدمت حلول لمشكلة البطالة جزئيا، احنا ما نقول ان ليس بيدينا عصا سحريه ولا احد بيستطيع ان يحل كل القضايا، وانا اؤكد انه اي حزب بالاردن ما يستطيع ان يحل كل القضايا، بل انما يقدم. حتى انا احس حالي اني انا قدمت، اني انا ما تقاعصت، اني انا شاركت بصنع القرار لوطني. بس هاي الاقتراحات بحكم فيها يعني بينفذوها مثلا الحكومات، يعني انت على مدار الحياه السياسيه او الحياه الحزبيه الفائته هناك مقترحات من حزبك على الاقل كنت امين عام، هل الحكومه يعني او السلطه التنفيذيه متعاونه مع حضرتك؟ يعني خلينا نروح لفاصل، تفضل جولي بعد هذا السؤال. تفضل. رح نروح لفاصل، بعد الفاصل نلتقي، ابقوا معنا. البنك العربي أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2022 للعام السابع على التوالي. احجز معنا 0370663 أو على الرقم 0370660017. التداول بده ثقة وخبرة. شركة أدميرالز خبرة 21 سنة في مجال التداول بالعقود مقابل الفروقات للعملات والذهب والنفط وغيرها، مرخصة من هيئة الأوراق المالية في الأردن. ليش تتداول مع أدميرالز الأردن؟ فروقات سعرية منافسة، إيداع وسحب سريع، ندوات تعليمية مجانية. أدميرالز طريقك للتداول. أو زورونا في عمان أم أذينة شارع إريتريا مجمع تايم سنتر الطابق الرابع. للاستفسار اتصل بنا على الرقم 06-400-9100. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اهلا بكم من جديد، واسمحوا لي ان ارحب بسعاده الشيخ رأفت الرواجدة ابو نشمي امين عام حزب سابق. سالتك قبل الفاصل ابو نشمي عن اقتراحاتكم للحكومه، هل الحكومه كانت تتعاون مع الاحزاب ولا بس مجرد اوراق والحفظ؟ يعني اذا بدنا نكون احنا نكون صريحين، يعني احنا اذا كنا صريحين والحقيقه، الحقيقه يعني احنا كنا في مرحله نضوج ولكن لا يوجد فيها اطمئنان. الصراحة لم يكن يؤخذ بشيء،
يعني قد ما سعينا ونحكي طيب الواقعية. ليه أصلا مش إحنا يعني الفكر الحزبي والسياسي علما كان يتكلم جلالة الملك كان يتكلم في عدة مرات يدعو إلى الحياة الحزبية ويدعو إلى ويدعو ويدعو إلى الحياة الحزبية. يعني أنت بتقدم بتجيب مقترحك يا سيدي بتجيب مقترحك من 10 ورقات وأنت بتكون تعبان عليه جدا وأنه هذا في حلول معينة ممكن يأخذها معالي الوزير للمستشار والمستشار ممكن قد تروح على الفرامة. يعني شو بدنا نعمل يعني هكذا. ولكن الحزب الحقيقي ما بتقاعس ولن ييأس. ليش؟ لأني ما بيأس أنا أظل أحاول. هنا لو وصلنا لمرحلة الآن وصلنا لمرحلة اطمئنان من 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 قائد الوطن. وبالتالي الآن لو أقدم اقتراحات في هنالك أقول منصة إني أنا ممكن قد أشتكيهم للحكومة. أشتكي الحكومة إلى جلالة الملك أقول يا أن نكتب بيانات نكتب كذا نقول إحنا الآن قدمنا اقتراح مضمونه هكذا 1 2 3 لم يؤخذ فيه. يعني هذا الاقتراح يكون مدروس من كل النواحي. طبعاً. بصفته المادية. يعني تكلفته. إحنا الآن. نتائجه. ما هو أنت الآن لما أقدم لك اقتراح أنت لما تحسسني انك انت جادلتني في 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 سلبياته وايجابياته هذيك الساعه بقول انك انت احترمت رايي او اهتميت برايي. اما ولكن مثل اللي يقول لك يسلم عليك وانت ما ترد عليه. طب يا اخي سلم عليك رد عليه. اذا ما سلم عليك ورديت عليه وبالتالي انت بتحس بنوعا من النقص. لا. الان في الحقيقه في الماضي لم يؤخذ شيء لم يؤخذ شيء حتى اقتراحات لم تؤخذ بها على حمل الجد. أما الآن في هذه المرحلة القادمة أعتقد مرحلة فيصلية. ليش؟ لو أنه وجود سيكون هنالك وجود أعضاء بالتشريع وبالتالي أنا من خلال أنا ما أتكلم أنا كرئيس حزب أريح على وزير وأقول له تفضل. لا أنا بدي أقول له تعال يا أنت أحد الأعضاء التشريعيين لدينا أقول له تفضل أرفع لي بمجلس البرلمان لأنك أنت أحد أعضاء هذا الحزب. يعني السلطة التنفيذية في تقاعس مع الأحزاب أو العلاقة ما بين الأحزاب والسلطة التنفيذية يعني هي احترام هي أسمع بس احترام. هو الواقع احترام. إحنا نتكلم بالحكومة لا والله هنالك احترام واضح ولكن ما في تنفيذ. احترام باجتماعات كل أسبوع زمان كل أسبوعين وقلبة وهينا وقفنا وتكلمنا وهي الميكروفون والآخرة وتكلمنا بالآخر تكلمنا وحديث وإلى آخره. إيش مجمل الموضوع؟ هي الموضوع وانتهى بساعته خلاص. إحنا الآن ما في نتائج ما في نتائج. طيب يعني تعتقد إنه راح يكون في برلمان حزبي ومن ثم حكومة حزبية تتولى أمور الدولة الأردنية بمشاريعها باقتصادها بتربيتها بكل شيء؟ يعني لما يصل 41 نائب حزبي وكمان 4 سنوات يصل 55 وبعدين 91 هل ستكون الحياة حزبية بمعنى حزبية حتى السلطة التنفيذية يكون رئيس الوزراء حزبي؟ يعني هذه بدري عليها الآن بدري عليها لأنه إحنا الآن في عندنا المرحلة القادمة. هذه المرحلة القادمة نشوف كيفية آلية النجاح فيها. نشوف كيف آلية النجاح. الآن إذا نجحنا هذه الفقرة فهذه الفئة هذه المرة القادمة نجحت هذه الأحزاب بتقديم 41 قوي. ليش أنا قاعد أقول لك إنه إحنا نحاجة إلى حزبيين قويين. نعم. مش إنه أعضاء برلمان موجودين حاليا أجازهم القانون أن يشكلوا أحزاب عادوا إلى المجلس البرلمان. 41 نائب حزبي راح يأثر على قرارات المجلس؟ يعني تعرف القرارات 50% ماشي الحال اللي يعني في صوت أخي في صوت راح يكون في صوت وفي ضجة. ممكن يكون في تآلف من الأعضاء العاديين للأحزاب. وبالتالي راح يكون في هنالك تآخي ما بين الحزبيين لأنه إحنا كحزبيين نتفق ويا بعضنا البعض. صحيح لأنه كله هيتنا عقيدتنا واحدة هدفنا واحد. وفي بعض الأحزاب إنه يرى بأنه لا كلمة لا إحنا ضد هذا الكلام. في أحزاب يقول لك أنا بدي أقول كلمة لا لأنه كلمة لا عشان الجميع يقول لك اني انا اني صح. نعم. مش كلمه اني صح عطوفتك الان الهدف اني انا اعترض او اني بس اقدم شيء او انا اعترضت انه البطاله والبطاله على سبيل المثال انا صح وطالبنا ونطالب ولكن اجت الحكومه وقالت لنا تعال تفضلوا. في بعض من اصحاب الفكر بده يقول لك انا برضو لا. هذا بده بس كلمة لا خلاص هو عنده قاعدة بأنه كلمة لا حتى الشعبوية تقول لك أنه هو ما أيد الرأي. أنا بأيد وبخالف أنتقد انتقاد بناء لمصلحة وطن
أنا بهمني مصلحة الوطن، بهمني إني أنا وضع المعيشة يتحسن، الوضع الاقتصادي قبل ما أقول وضع سياسي. الآن ما دام الوضع الاقتصادي صعب، كيف الشاب الأردني، خلينا نحكي عن فئة الشباب، كيف بده يدخل معترك الأحزاب؟ هو مو لاقي ياكل خبز، او مو لاقي يدخن، او مو قادر يتجوز، يعني هاي الوضع الاقتصادي اهم موضوع الان. صحيح. فبالتالي كيف بدي اقنع انا فئه الشباب اللي هم شكله 70% من المجتمع الاردني الانخراط في الاحزاب؟ طب انا بدي اقول له تعال، انا بدي احكي، انا بدي احكي مع هذا الشاب، اقول له تعال فرغ طاقتك، انا خليه يفرغ طاقته. شو يستفيد سيدي الان؟ هذا واقع سيء الان، او ماشي الحال الان، يجلس على سبيل المثال امام الجامعه، او يجلس بالشارع ينتقد، او يجي يفرغ طاقته وانا اوصل هالطاقه. خلينا نلقى لنا اليه. ما هو انا الان اترك ابني بام الجامعه يقول لك الاقتصاد وما في شغل وما في شغل، طيب تعال الى جهه مرخصه منظمه تحتويك، اسمع منك، احكي اللي عندك. صحيح انت شاب عنفواني بدك تحكي انا بدي شغل، انا بدي اعيش، انا 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 انا, أنا. ممكن انا راح اخذ منه فائده من كلامه، راح ناخذ فائده من هذا، الفائده راح اوصل رسالته، وبالتالي هذا الاحتقان اللي عند هذا الشاب هو فرغه. هذه هي الطريقه حقيقيه لتفريغ طاقه هذا الشباب بحياه حزبيه. بدكم تحتفلوا؟ لا حرج، تعالوا احتفلوا. ممكن ابوك وعمك بيقول لك لا ما بدنا نحتفل، او ممكن العشيره تقول لك ما بدي احتفل، تعال احتفل عندي، تعال فرغ طاقتك، تعال انا بدك على سبيل المثال اقدمك، تعال اقدمك برنامج، اقدمك باتجاه، اقدم شهاداتك، اقدم كذا خبراتك، اقدم انا عندي استعداد. جضاه الحزب يقول لك في عندي ثقافات على سبيل المثال علميه ومؤهلات، تفضلوا يعني. وهكذا الامر، انه الان يجب ان نتكلم مع الشباب، والمرحله القادمه مرحله الشباب. ليش؟ لأنه الشباب يجب أنهم هم يفرغوا طاقتهم، ما يفرغها، هم بنيها، هم المستقبل، هم بنات المستقبل، وهم اللي أسسوا الأحزاب بالضبط. بس أنا بدنا نعطيهم طمأنينة، نعطيهم طمأنينة أنه ما رح نقلب عليكم. أبو نشم، أنت قبل شوية بتقول بعض النواب المتقاعدين أو الخالصة قاعدين يعملوا أحزاب لغايات صحيح في أنفسهم صحيح. لكن اليوم الازدحام الحزبي، لما نقول عن 57 حزب مرخص وفي تحت الإنشاء، صحيح، من الأقوى؟ لا أنت الآن الأقوى ليس الآن، الأقوى ليس الآن، أنا ما راح أقدر أحكم لك، الكل بده يقول لك أنا أقوى، أنا أقول الاتحاد أقوى، بس هو يعني الواقع، الواقع المستقبل. نعم. الآن ماذا سنفرز؟ من سيقنع؟ من سيكون بالواقع ثبات؟ الآن أنا أقول لك أنا عمري على سبيل المثال 14 سنة، أنا هيك عمري، ممكن يجيك واحد عمره سنة أو عمره أشهر، وبالتالي هذا عمره شهر شهرين سنة ممكن يأتي لهدف، إذا جاء لهدف بروح ما راح يطول، لأنه ممكن إذا وصل لهدفه يغلق تلفونه خلاص وصل لهدفه. أما ولكن أنا باني هالبناية اللي 12 سنة 14 سنة، أنا ما راح أهدمها، لو لا سمح الله أخفق عندي أحد الأعضاء، أنا كيف أهدم بناية أنا باني بناية إلي 10 سنين؟ على أساس متين قصدك؟ على أساس متين. نعم. طيب للعودة إلى الخلف، نجد أنه شيوخ العشائر كانوا في طليعة المؤسسين للأحزاب. يعني أول كانت العشائرية حزبية بامتياز. صحيح. يعني جزء بدي أكثر من مثال، عودة الكسوس، راشد الغزاعي، حسين الطراونة، متقال الفايز، اللواء المجالي، إذن العشائرية والأحزاب مرتبطين مع بعض. نعم، وهي ما هو ركيزة الأردن العشائري، هذا الركيزة احنا نتفق عليها. لكن هناك من يشكك انه احزاب وعشائر ما بزبط. لا لا، هذه اسمعني، هذه هي تكسير مجاذيف، هذه تكسير مجاذيف. هم هذا ابناء، هذه الابناء الاحزاب هم منين؟ هم ابناء عشائر. هم ابناء عشائر، بس بيجيك هنالك اصحاب فكر من ابن عشيرة متطرف بده يغطي على الصالح. يا اخي ما بتخلى، يا اخي اولادي مش زي بعضهم، اولادك مش زي بعضهم. صحيح. انت بدك تصير تحكم على الجميع، بس قلت لك في السابق كانت تجربة، الآن إحنا بتجربة أخرى. التجربة الأخرى أنا مع أنه الحكومة أن تراقب هذا الحياة الحزب، لأنه أنت بدك ترى أنه الآن، أنا الآن لما أترك هذا الحزب أعطيه كل الأريحية ممكن يخرج خارج السر، بده يصير يأخذ الفكر من الخارج. طبعا الآن كيف بدك تعطيني فكر جمهوري إلى مملكي أو إلى وطني؟ هون المصيبة، مش المصيبة أنه أنا مع الرقابة الحزبية،
مع المتابعة الحزبية. ليش؟ خلينا نشتغل بهالوطن، خلينا نشتغل بالوطن، ما لنا وما لغيرنا، احنا نشتغل بالوطن، نسعى الى اهدافنا لخدمة وطننا، وبالتالي ستكون احزابنا قوية. اما ولكن اذا رجعنا الى الوراء اختلفت الامور، كانت قادة عشائريين وكانوا سعى الى اخره، ولكن كانت صارت في اوقات كل وقت له، يعني له زمان وله الوضع اللي كان في السابق يختلف عن الوضع الحالي. الوضع السابق كانت لسه دولة قيد البناء، وبالتالي هي ناشئة بالبناء، وأصبحوا مجموعات كثيرة تأخذ أفكار من الخارج، تأخذ أفكار، تأخذ إلى آخره. الأحزاب اللي تفكيرها خارجي أو امتدادها خارجي، نعم، تؤثر على الحياة الحزبية طبعا، يعني مش ما تؤثر بل إنما تلوث. الآن أنت الآن أنا وطني، أنا الآن حزبي وطني وأتفق، أنا محبت الوطني، بل إنما بدي أنتقد الحكومة وأنتقد رئيس الوزراء، بدي أنتقده ليش؟ لأجل مصلحة الوطن. هون أنا محبت لوطني، حزبي وطني، بس مش أنا حزبي غير وطني. الآن أنا ذهبت إلى الخارج، ذهبت إلى على سبيل المثال إلى تنظيمات أخرى على سبيل المثال خارجية، لوثوا فكري خارجية، وبالتالي صار مخي شات، هو أنا بالأردن ولا خارج الأردن؟ هو أنا الأحزاب اللي امتدادها خارجي حكموا مجلس النواب والحكومة، شو تأثيرها؟ يعني إحنا الآن، يعني الآن أعتقد الأردن بها رجالاتها، والأردن يعني أرجع لموضوع الرقابة قصدي، يعني أنا نعم الأردن بها رجالاتها، لا وبها قيادات الحزبية اللي ما يعني ما يمكن إنه نعطي فرصة. ليش نعطي فرصة؟ لأنه إحنا برضو لدينا تأثيرنا ولنا كتلنا، والقانون واضح، وبالتالي نحن منافسة، والقانون واضح يا أخي، ليش ما تكون منافسة؟ خلنا ننافس، ما عندنا مشكلة، أي شخص بيكون أهدافه وإحنا نفسنا أهدافنا وطنية زي بعضنا. جميل. كل هيتنا بنأدي الصلاة، وكل هيتنا بنأدي الفرض، وكل هيتنا أخوان، وكل هيتنا عايشين بالأردن زي بعضنا، ما حدا عايش بالأردن غير عن الثاني. صحيح. صدقني أقول لك كل هيتنا بنروح على المحل نشتري مع بعضنا، وكل هيتنا بنوكل زي بعضنا، ما في حدا غير. صحيح حسب بقول لك، في ناس بقول لك ممكن انتقد، طبقات يا اخي، هي هيك رب العالمين خلق طبقات، في واحد معاه ماده وفي واحد ما معاه ماده، احنا بنسعى انه ننعش، نقدم فكر اقتصادي ينعش هذا الشيء. من سيحكم؟ الاحزاب تحكم العشائر ام العشائر تحكم الاحزاب؟ هي ليست بالطريقة انه الحكم، هي ليست حكم، احنا قلنا بالبدايه انه من يؤثر على الاخر، العشائريه اساس، ما بنقدر، انا الان في عندي شيء اسمه اساس وفي شيء مرحله ثانيه. العشائريه اساس، لن اساس، اساس حلو، اساس، اما ولكن الان لو بدي قايضهم، لانه واحد هذا بنايه هذه اساسها، الان انا رفعت في البنايه، انا قدمت هذه البنايه، انا حددتها، انا بنيتها حجر، انا غطيتها الى اخره، الان شو جاب؟ انا ليش اقايض او اقارن من سيحكم؟ ابناء الاحزاب هم ابناء العشائر، هم أبناء المخيمات، هم أبناء القرى، هم أبناء الأرياف، أبناء المدينة، هم أبناء الجميع، وبالتالي إذا ابني صار وهو ابن عشيرة برضه، وبالناتي اسمه عشيرة، يعني كانت في هنالك. هاي اسم قبل ما أخليك تكمل، في حال اتهام أحد بقضايا فساد مثلا بالأحزاب أو بالنواب، يعني واحد فاسد ومثبت الفساد عليه، أما نجد العشيرة تجتمع وتسكر الطريق وتعمل مشاكل، وهذا الرجل معروف انه فاسد، يعني بالدوله وبالقانون وبالعشائريه وبالعادات وبالتقاليد، يعني يصل الامر الى حد الاعتصامات وتدافع عنه وهو معروف انه فاسد. صحيح. طب هذا مش غلط؟ يعني انا معك، بس تعرف انا بدي اخذ لك في شيء اسمه محبه، يعني على الفطره، وفي هنالك جينات وراثيه، وفي هنالك انا بدي يعني ابني ابن عشيرتي ابن كذا، انت يعني تشعر معه، ولكن في المرحلة القادمة لن تكون هكذا، لأنه كلها أصبحت ثقافة، كلها أصبحت وعي، ولأنه في هنالك من أبناء العائلات، في هناك واحد فكره متطرف، شو نعمل فيه؟ كيف بدي أجيبه للطريق؟ طب خلي هذا يمثل، يعني الآن هذا الرجل أصبح أنه يسيء أو يخطئ أو الآخر، هو الآن مثل العشيرة؟ العشيرة برية من هذا التصرف، تصرف شخصي. هذا تصرف فردي شخصي، نعم. وبالتالي التصرف الفردي غير، وإحنا لا يوجد الكلام هذا أنه العشيرة تدافع، العشيرة لن تدافع،
بعض الأحيان تدافع سيدي، أو بكثير من الحالات تدافع، لأنه إذا وجد واحد فاسد أو عمل غلط تلاقي العشيرة كلها معه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنا معك معك، بس بدي أقول لك في شغلة إحنا عندنا بال 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 بالوطن يعني رجعيين، يعني رجعيين، يعني قد ممكن إن إحنا نغضب في ساعة حدث معين نغضب، والواحد لما يغضب قد يسيء أو يسب إلى آخره، ولكن الرجوع والعود أحمد، وبالتالي يعود. على سبيل المثال بتصير أي قضية، أي قضية، أو أنت سايق السيارة يا سيدي، لز على واحد بالسيارة وأنت ماشي، خليه يرفع إيده وراح بر في أمان، ما بتزعل، خليه ما يرفع إيده بجوز تلحقه بصير مشكلة. وبالتالي إحنا العشائريين يعود، صحيح ممكن تكون في البدايات ممكن يكون في غضب، ولكن في هنالك عقلاء يرجعوا للعقلاء، وهنالك الحكماء، وهنالك كبار السن، وبيحكوا لشبابهم أنه إحنا أخطأنا، وبالتالي هنالك عائلات أخرى محاذية إلهم مجاورين إلهم، ويقولهم يعني هذا ابن وهذا وطننا، أنا الآن لما أوقف ابني يوقف بالشارع ويوقف ويوقفنا السير، طب ما أنا عطلت أخوي، ممكن أخوي مروح عطلته، ممكن لا حرج، أنا لما أوقف أحرق عجل بالشارع، حرقت عجل بالشارع، طيب ممكن أختي ممكن بنتي ممكن تروح بالطريق، ممكن حالة إسعاف. وبالتالي يعني بتعرف هذه الأمور بحاجة إلى بعض من الوقت، يعني أنا بقول أعطونا وقت الآن الطمأنينة بالمئوية الثانية سيدي. سيدي الآن ماشي الآن، بس الآن بدأت الطمأنينة، ها الآن مو بدك تقول لي المئوية الثانية أوكي اتفقنا، أما الآن أنت طمنتني، ليش طمنتني؟ لأنه رأس الهرم طمني، أصدر قانون، أصدر قانون طمني، قال لي إذا حدا بيسألك حاسبه، إذا حدا بناقشك لا تسمح له، وبالتالي أنا عندي طمأنينة. الآن أنا بدي أفارس، يعني أمارس عفوا المهنة، مهنتي معنى مهنتي أمارس فكري، أنا الآن بدي أفرق، بدي أفرق معنى حياتي، معنى حياة الحزبية، بدي أفرق آرائي، بدي أفرق فكري، بدي أفرق كل شيء. هل هناك أحزاب معارضة؟ حزب مرخص معارض؟ لا، كلمة معارضة، لا يوجد كلمة معارضة بمعنى كلمة، ولكن نحن نستشف كلمة معارضة. ليش؟ لأنه أنا لما أقول لك أنت الآن لو بجلسة كل ما تسألني أقول لك لا لا، طيب لا بدك تقول يعني هذا قاعد معي بالجلسة ما عنده لا أخذ لا أخذ ولا عطى، وبالتالي بتقول هذا الرجل خلاص جهة واحدة معارض، هكذا إحنا نستشف. أما كلمة إشي مرخص معارضة، ليش معارضة؟ طب ما أنا ابن وطن وأنت ابن وطن، وأنا وياك على ماشيين عايشين مع بعض. بس في كثير أحزاب يعني تعارض العمل الحكومي بكل أشكاله، مثلا مو سيدي احنا الان هنا، احنا الان انا بدي اتعارض مع الحكومه واتفق مع الحكومه، انا بدي اعارضهم واتفق معهم، لكن في احزاب معارضه دائما يا اخي، يعني هذه في هنالك مجموعات مهازره لهذه النوعيه، خلص في ناس بتلقى في ناس جكرين، ممكن يكون اقرب الناس لك جكر، خلص بحب يعارض وبالتالي بده يمشي معه، ايش نعمل له؟ خليه يفرغ مع بعضهم الطاقه، لا حرج، هاي ديمقراطيه، خليه يفرغ طاقته يا سيدي، خليه يستلم يا سيدي، خليه يستلم وخلي الجميع يشاهده، خليه يستلم سلطة يا سيدي، استلم انت يا كان تقول لي معارض، استلم رئيس وزراء يا سيدي، يلا عين لي كل البطالة بالأردن، تفضل يا أخي، تفضل يا أخي، تفضل. مش حقل تجارب، يعني حتى لو كان معارض هو أن يسعى أن يكون رئيس السلطة التنفيذية، بس يعني كمان قلت لك هي المعارضة ليست لأجل المعارض، معارض بس أنه أنا معارض، أنا حزب معارض لكثير أشياء، يعني هذا ما كانوا يعني إيجابيين دائما سلبيين، هذا تتكلم معاه بالنقاش على سبيل المثال لما تقول شيء عقيم، هذا نقاش عقيم وبالتالي هيك تتوائم معه. أما أنا أقول لك عندك قدرة تفضل، هذا الميدان فاتح، هاي الميدان يا أبو حميدة، الميدان يا حميدة، تفضل يا أخي. سؤال الأخير أبو نشمي، هل أنت متفائل بحياة حزبية جديدة أم لا؟ يعني أنا متفائل وغير متفائل، قول. الآن أنا متفائل لوجود أحزاب قديمة موجودة والآن قاعدة تشتغل وتقوي أنفسها وتتوحد مع بعضها للوصول إلى حياة حزبية وحكومات برلمانية، ما متفق معاهم أقول هنا أتفائل، بس يذهب التفاؤل، وهذا يجب على المواطن الشاب يقيم، كيف يقيم؟ يجب ينظر إنه هذه المجموعة جاءت بحزب جديد لهدف معين، هذه أنا هنا أنا أقول أنا غير متفائل. ليش؟ لأنه
أرى بأنه هنالك المرحلة نفس النائب نفسه راح يكون موجود. نفس الجو. نفس الغلق الهاتف، نفس الغلق الكذا. أنا بدي ناس بدنا نطبق رجالات الملك، خلينا نقول بده رأي، بده فكر، بده حزب، بده إبداء رأي. هنا أنا يذهب التفاؤل. أنا يا رب أنا أدعو الله إنه نبقى متفائلين. وإنه إحنا نمشي مشي مسيرنا في الحياة الحزبية الجميلة، بوجود عشائرنا، بوجود قرانا، بوجود مخيماتنا، بوجود كل أطياف المجتمع الأردني، نذهب إلى الحزب ونذهب إلى إبداء الرأي والرأي الآخر، ونرجع إلى قواعدنا العشائرية مبسوطين، يعني لا حرج فيها. إذا متفائل وغير متفائل، نتمنى التفاؤل دائما. كل الشكر في الاستوديو اليوم كان معي سعادة الشيخ رأفت الرواجدة أبو نشمي. الله يسعدك. نشمي. أنا سعيد سيدا. الله عليك. الله سعدنا بالتحاور معك لمدة ساعة من برنامج أحزاب أردنية. حياك الله. أنا سعيد سيدي. أشكرك سيدي. شكرا. إذن وأنتم أعزائي المشاهدين انتهى وقت برنامجنا لهذا المساء من أحزاب أردنية. ألقاكم بعون الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين هذه تحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.